مرحبا، انا ايمن نادي. راح نشوف كيف المراوغه في لعبه الملاكمه. راح اليوم عن عمليه المراوغه في الملاكمه، عن الضربات المستقيمه او الضربات الجانبيه او ضربات الصاعده. في البدايه من وضع الاستعداد في لعبه الملاكمه، اليدين على الوجه والكوع على الضلعين. هنا من اله بشكل مائل تراوغ بحيث لا ألمس الرأس، تبتعد عن لمس الرأس. هاي بالنسبة للضربات المستقيمة. كذلك ممكن بهذه الطريقة، هنا يسار، هنا يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين. أوكي. الضربات الجانبية تكون من بشكل جانبي، نضع الذراع بهذا الشكل ثم تنزل من تحت الذراع وتنطلق إلى الأعلى. أيضا الضربات الصاعدة، الضربات من الأسفل، خطوة إلى الخلف، ترجع خطوة إلى الخلف بالجذع أو بالخطوة بالاستوى، بالجذع كير، بالخطوة بالجذع، بالخطوة. هيك نظرنا إلى حركات المراوغة في لعبة الملاكمة.